ولمزيد عن توقعات صندوق النقد الدولي لأزمة مالية جديدة تنتظر الاقتصاد العالمي، ينضم إلينا من فيينا الأستاذ وائل حماد المحلل الاقتصادي. وائل، مساء الخير. وبداية، جميع الأزمات التي ذكرها الصندوق ليست بجديدة والعالم يعيشها بالفعل منذ سنوات، لماذا يجدد الصندوق الحديث عن تلك الأزمات الاقتصادية العالمية وما المختلف هذه المرة؟ نعم، بالفعل يعني اليوم الحديث عن أزمات اقتصادية وربما أيضا الحديث عن ركود اقتصادي، كنا دائما هذا مو وليد الساعة، كنا دائما عم نتحدث عنه في الفترة الماضية وخاصة بعد أزمة كورونا. دائما كنا الضوء مسلط على موضوع الأزمات الاقتصادية وموضوع تراجع النمو الاقتصادي، ولكن اليوم حقيقة اليوم نحن عم نشهد يعني ربما العودة إلى تداعيات اللي كنا عم نتحدث عنها، الأزمات الأخيرة على 3 سنين الماضيين، خلينا نقول على أقرب تقدير بعد الأزمة المالية العالمية. شهدنا بالسنوات الثلاثة الماضية كان في عنا تطورات كثير كبيرة بالنسبة لأزمة كورونا أو أزمة كوفيد 19 اللي نحن ما زلنا حتى الآن عم نعيش تداعياتها. يعني على سبيل المثال، يعني ربما من الأشهر الماضية كنا عم نتحدث عن فقط فتح اقتصاد الصين، يعني البدء بعودة اقتصاد الصين وفتحه بعد كان إغلاقات كورونا. أيضا موضوع الحرب الروسية واشتداد هذه الحرب الروسية والغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات اللي نحن عم نشوفها أيضا حتى اللحظة بالنسبة لسلاسل الإمداد، بالنسبة أيضا يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، أيضا التوترات الجيوسياسية اللي شفناها كمان أيضا كانت أيضا هي بتأثر على القرار الاستثماري بكل أنحاء العالم. لكن يعني شفنا في الآونة الأخيرة ربما يمكن صندوق النقد عم يشير أو ربما ينظر إلى بشكل موضوعي إلى موضوع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الفائدة حول العالم. يعني شفنا البنوك المركزية كلها كانت عم تشدد السياسات النقدية لدرجة غير مسبوقة بتجاوبا مع أزمة التضخم أو ارتفاع أسعار التضخم عالميا. هاي الاستجابة السريعة اللي كانت غير متوقعة بالنسبة للبنوك المركزية ربما أدت إلى تداعيات. شفنا مؤخرا موضوع القطاع البنكي أو القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في أوروبا كيف كان هناك انعكاسات خطيرة. يعني كان هناك في إفلاسات لبعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية مثل بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر، أيضا يعني بنك كريديت سويس كمان أيضا كان على بنفس الأزمة حصلت له ولكن تم احتواء الأزمة. اليوم ربما نظر إلى كل هاي التداعيات نحن اللي عم نشوفها مع ارتفاع، يعني هناك في تحديات كثير كبيرة، ارتفاع الدين العام الكلي العالمي اللي أيضا لمستويات غير مسبوقة، الأسواق النامية والأسواق الناشئة أيضا نعرف كيف هذا الموضوع حساس بالنسبة لها، لأنه اليوم ارتفاع أسعار الفائدة مع تكلفة الدين اللي أثقل ظهر يعني هي الدول. ربما هناك الحديث أيضا عن دول مثل زامبيا، سريلانكا، الباكستان من أنه يكون هناك تخلف عن سداد ديونها في الفترة الحالية. وهذا هو التخوف الحقيقي أستاذ وائل، أنه تخلف عدد من الدول عن السداد أصبح يعني قريبا أكثر مما كنا نتصور قبل ذلك. أيضا الاقتصادات العالمية تواجه ضغطا ربما لم تشهده من قبل، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في مثل هذه الأحوال والمشكلات موجودة في كل العالم لم يسلم منها أحد؟ يعني اليوم يعني على مستوى العالم بداية أنه راح يكون لازم يكون في تضافر يعني حقيقة عالمي، هذا يمكن اللي عم يدعو له لصندوق النقد الدولي وكل المنظمات كانت عم تدعي من فترة، لازم يكون في يعني تضافر بجهود عالمية للحد من تبعات هي المشكلات اللي ذكرت انه هناك في تداعيات لها كانت سابقة. ولكن اليوم بالنسبة لي يعني هي الأزمة الديون العالمية هي على ما يبدو انه هي أزمة أصبحت يعني مزمنة، ولكن التعاطي معها لازم يكون من خلال الدول بحد ذاتها. على ما يبدو أنه ربما الاستثمار في قطاعات حيوية، قطاعات النقل، قطاعات الطاقة، أيضا قطاعات الطاقة البديلة
وايضا في الطاقه العامله. فكل هذه الامور لازم يكون في خطط يعني طويله الامد ل يعني درء ربما انه اخطار هاي الازمات اللي قد تصيب الاقتصاد العالمي، واللي بيكون انعكاساتها على الاقتصاديات الاقل قدره على التحمل، واللي بتكون دائما هي المديونيات، دائما بتكون تكلفه الدين هي العائق الكثير كبير بيكون لها، لانه اليوم ارتفاع اسعار الدولار، ارتفاع الفوائد على الدولار، هي اللي بتكون عم تؤدي الى ما يؤدي اليه انه تراجع في قدرتها على سداد ديونها، وبالتالي بتؤدي الى ازمه داخليه حقيقيه. طيب، الصندوق يشدد أيضا على ضرورة أن تكون السياسة النقدية لجميع الدول خلال الفترة المقبلة سياسة تشددية. يعني هل هذا بيعكس أنه مسار رفع الفائدة سيستمر لفترة أطول مما كنا نتوقع؟ هلا بالنسبة لصندوق النقد الدولي مثله مثل أي يعني جهات أخرى كانت عم تنادي لي حقيقة بالنسبة للتضخم، يعني تركيز البنوك المركزية على خطر التضخم، وبالتالي يعني بشكل غير مباشر عم تركز على موضوع انه تجديد السياسات النقديه، لانه اليوم البنوك المركزيه هي الادوات الوحيده اللي موجود لها، هي طبعا لديها ادوات تقليديه وغير تقليديه، ولكن الادوات التقليديه هي رفع اسعار الفائده لمواجهه التضخم. فبالتالي اليوم خطر التضخم هو خطر كثير كبير، مع يعني اذا يعني عم نذكر ايضا موضوع سلاسل الامداد وارتفاع الاغذيه عالميا، ان كان جراء الحرب الاوكرانيه او جراء انقطاع سلاسل الامداد او ضرره من جائحه كورونا، فبالتالي عم يصير الخطر مضاعف بارتفاع الاسعار، فبالتالي لازم يكون في تحرك من البنوك المركزيه، يكون تحرك وتركيز على التضخم على اساس انه هو يعني افه مؤذية بكثير بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبالتالي عم يركز على هذا الموضوع. ولكن البنوك المركزية طبعا ننوه انه هي كل بنك مركزي خاصة في الاقتصادات المتقدمة هي بتكون مستقلة ولا تتدخل يعني اي جهة بقراراتها، فبالتالي كل بنك مركزي بيطلع على المؤشرات الاقتصادية اللي بتهمه بالنسبة للبلد لإله وبيتحرك على أساسها. فعلى سبيل المثال يعني في الآونة الأخيرة شفنا تراجع تضخم في بعض البلدان المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأت يعني بدأ النداء بأنه تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهذا اللي شفناه حقيقة يعني. لكن هي توصيات ربما لصندوق النقد الدولي، لكن في النهاية نجد أنه البنوك المركزية حول العالم تتخذ قرارات مماثلة، وبالفعل شاهدنا أنه كل كثير من الدول رفعت الفائدة الخاصة بها حتى ولو كانت قرارات منفردة. السؤال هو ما الحد الذي يمكن أن نقف عنده في مسألة رفع الفائدة، لأنه ما زالت المشكلة متفاقمة، مشكلة ارتفاع أسعار السلع ما زالت متفاقمة في كثير من الدول. هلا دائما البنوك المركزيه لما بترفع اسعار الفائده دائما بنتحدث عن السعر المحايد بالنسبه للسعر الفائده او السعر المقيد، اللي بيكون يعني نوعا ما بيقيد الاقتصاد، يعني ما بيوقف بحد، ما بيكون في نمو او بيكون او بيوقف سخونه الاقتصاد، وايضا بيكون عم نوعا ما ايضا بحد من التراجع او الانكماش. فبالتالي هذا الهدف المنشود لكل البنوك المركزيه، انه يوصلوا بالاسعار الفائده لحد يعني يقيدوا الطلب اللي بيكون الطلب اللي بيرفع أسعار السلع عالمياً، فبالتالي هذا السعر المحايد دائماً بيكون محط جدل حقيقة. اليوم نحن يعني في الآونة الأخيرة مع ارتفاع أسعار التضخم لذروة يعني أو لمستويات غير مسبوقة، وصبر البنوك المركزية لأنه كانت دائماً في حديث أنه وتضخم مرحلي، فشفنا صبر على غير المعتاد، فبالتالي لما كان هناك في استجابه كانت سريعه وبوتيره عاليه جدا. فاليوم الحديث على سبيل المثال بالولايات المتحده الامريكيه نحن دائما عم نتحدث عن التيرمينال ريت يكون قريب من الخمسه للخمسه ونص في المئة. السوق عم يراقب، ولكن اي تطور بموضوع التضخم ربما نشوف توقعات اخرى، ولكن بشكل عام البنوك المركزيه بتسعى للوصول الى سعر فائده محايد للكبح التضخم وإرجاعه.
للهدف اللي هو تكون 2% عالميا. طيب وائل، أخيرا كيف ترى انعكاس الأحداث الحالية على أسواق الأسهم عالميا؟ هلا شفنا بالآونة الأخيرة يعني كان أي حديث عن ارتفاع أو رفع أسعار الفائدة أو تجديد السياسة النقدية، هذا طبعا بيضر أكيد بالأسواق المالية وخاصة الأسهم، النمو اللي دائما بيكون حساسة لموضوع رفع أسعار الفائدة، وبنعرف أسعار الفائدة طبعا وارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل اللي كانت دائما هي دائما من بتحط من معنويات المستثمرين لما بنتحدث عن الدخول وخاصة على المدى الطويل. ولكن اليوم مع الحديث عن تراجع يعني بعد الأزمة المصرفية أو إذا صح التعبير أو يعني الارتباك اللي صار بالأزمة المصرفية، شفنا كان في يعني مناداة وأيضا ربما توقع بأنه السياسة النقدية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون أخف من اللي كانت مطبقة سابقا، فبالتالي شفنا هذا النوع من التفاؤل، وشفنا أسعار الأسهم مؤشرات الأمريكية بالأسبوع الماضي كانت على ارتفاع. ربما أي حديث عن تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل راح يكون بوقع إيجابي على أسواق الأسهم، واحتواء طبعا مع احتواء أو إذا افترضنا أنه أزمة المصارف تم احتوائها بشكل تام. شكرا جزيلا لوجودك معنا من فيينا الأستاذ وائل حماد المحلل الاقتصادي. ICM.com بيتك الاستثماري.